برجك بالصحة. برجك بالصحة. صباحكم مزيان بالصحة مليان. أي عدلي الموجة شوية وركز لي مع برجك في هالصبحية. الحمل قاعد توصل لأهدافك وأحلامك وطموحك بشكل سريع وملحوظ، كما زيدة قاعد تعاون في الآخرين والناس اللي أنتوغي بيك. خليك ديما على رأيك، خاصة كي تكون مقتنع بيه ونحو الإيجابية يا حمل. الثور قاعد تعيش في ظروف متغيرة وهذا يخليك مذبذب شوية، أما رد بالك زيدة تخلي اليأس والإحباط يسيطروا عليك. من ناحية صحية متى بيك ترد بالك على صحتك أكثر الأيامات وتاخذ الفيتامينات اللي لازمينك يا ثور. الجوزاء خليك ديما محافظ على الكيليبغ اللي انت فيه، ما تتصرفش بتسرع وحافظ على طاقتك. ما تنساش زيدة اللي رياضة المشي بشكل يومي تنجم تعاونك على الصعيد النفسي والجسدي برشا ليامات يا جوزاء. السرطان قاعد تلقى في تعامل ايجابي، خاصة في محيط العمل والناس اللي انتوغي بيك. خذ الايجابي كل من الفترة اللي قاعد تعيش فيها وبهكا تنجم تمر المرحلة جديدة على المستقبل القريب يا سرطان. الاسد عندك القدرة باش تجتاز الصعوبات اللي كنت تتحاشى فيها في السابق وبهكا تنجم تبني عليها. ينجم يوصلك الرد الإيجابي على الطريقة اللي تعاملت بها مع الأمور. ما تنساش تبعد على الأطعمة الجاهزة وما كلت الشارع على الفترة هذه يا سيد. العذراء سيربريز مزيانة عندك مديدة وانت تستنى فيها، جي الوقت انه تسمع الأخبار اللي تصر. خليك ديما شاكر للناس اللي كانت لك السبب وخليك ديما محبوب كيما عادتك يا عذراء. الميزان قاعد تشعر بالتجديد والنشاط والحيوية، خاصة وقت اللي تكتسب وتستشعر الإشارات الإيجابية من محيطك. هذاك علاش لازمك من توا تبدأ تبني في المشاريع اللي عندك مديدة وانتي ترسم فيها يا ميزان. العقرب الأيامات تحسك على وفاق وانسجام تام مع المحيط اللي انت فيه، سواء كان على المستوى الشخصي ولا المهني. خليك منتفع لماكسيموم من هالتناغم في تقوية علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الاخرين يا عقرب. القوس ما تحطش اللوم الكل على اللي هما انتوغي بيك، في بعض الأحيان تنجم تكون انت المخطئ. خليك هادي وكالم وبهكا تنجم ترى العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة باش تكتشف مداخل جديدة يا قوس. الجدي عندك مهارات تنظيمية واجتماعية قوية على غير العادة، وبهكا ماذا بيك تستغل هذا كل باش تسيطر على الأمور باش تنجح في الصعيد العملي والصعيد الشخصي، وبهكا تنتج عليها برشا فوائد يروا عليك يا جدي. الدلو ماذا بيك تنقص من الغش والعدوانية مع الزملاء في الوسط العملي ويكون الهدف متاعك هو الجودة مش الكمية. كون دبلوماسي أكثر وقت اللي يتعلق الأمر بالخلافات، وبهكا تنجم تتفادى الخلافات اللي نجموا يواجهوك يا دلو. الحوت ما تخسرش طاقتك وين يجي، خليك ديما مستجمع قوتك باش تواصل في تتبع احلامك واهدافك، وبهكا ما فما حتى ريح اللي تنجم تبدل لك اتجاه منظورك يا حوت. هذا برجكم بالصحة لليوم، نور تقولكم ان شاء الله صبحكم بنين وبكل طاقة وفيتامين. برجك بالصحة. برجك بالصحة.